بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه المهندس هيثم نبيل. النهارده الحلقه بتاعتنا هتتكلم عن حديد التسليح اللي هو الفايبر اللي هو FRB. طبعا انا حبيت اعمل حلقه عنه لان الموضوع بصراحه شيق جدا، بس برضو الموضوع مش منتشر يعني. طبعا القضيب او الحديد التسليح FRB يعتبر زي الحديد اللي هو التقليدي في صناعته، يعني بدل ما انا هعمله من الفولاذ او من الحديد، لا بستخدم زي الراتنجات او الياف. تمام، الالياف الزجاجيه دي عاده بتكون طبعا اكتر مقاومه من الحديد، يعني لا بيصدي ولا بيحصل تفاعل مع مواد كيميائيه مثلا في الخرسانات وما الى ذلك، عكس الحديد. غير ان القضبان اللي هي FRP دي او اللي هي حديد التسليح المقوى ده، برضو قوة الشد بتاعته بتكون عالية لما تيجي تستخدمه في الخرسانة، غير اللي هو برضو ارخص من حديد التسليح الحديد العادي او التقليدي. وزي ما احنا قلنا لاكبر عيب في حديد التسليح التقليدي اللي هو المقاومة بتاعته منخفضة للعوامل الكيميائية المسببة للتآكل، او ممكن تكسر لك جزء من الخرسانة لو حصل شروخ نتيجة مثلا اشياء كيميائية موجودة في الخرسانة وما الى ذلك. فطبعا سبب المقاومة العالية للحديد اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو منتج من مواد ايبوكسية اللي بنستخدم منها، بتخش في تصنيع اللي هي القضبان FRP دي، فبتكون طبعا ذات مقاومة عالية للتآكل وللهياكل الخرسانية نفسها. وغير كده اللي هو برضو بيقاوم الحرارة، يعني لا قدر الله حصل حريق في مبنى، القضبان FRP دي برضو مش بسهولة بتتمدد من الحرارة عكس الحديد اللي هو الفولاذ التقليدي. طبعا في ميزة تانية، التوصيل الكهرباء. انت دلوقتي ما بقاش عندك حديد جوه المنشأ بتاعك، انت عندك قضبان FRP. تمام، فالقضبان FRP دي غير موصلة اصلا للكهرباء، وبالتالي يعتبر من احدى المميزات في المنشأ الخرساني اللي انت لما تيجي تستخدمها مش هتتأثر في اي حاجة تخص الكهرباء، او اللي هو بنسميه الحقل الكهربائي اللي بتتعرض ليه المنشأ الخرساني بتاعي. الميزة اللي بعد كده اللي هو خفيف الوزن، قضبان FRP تمام تقريبا 2.2 جرام لكل سنتيمتر، يعني هو اخف بكتير من القضبان الصلب التقليدية اللي احنا بنستخدمها. غير برضو الميزة اللي كل الناس بتدور عليها اللي هو ارخص، يعتبر ارخص اقتصاديا تقريبا من 15% لـ25% عن الحديد التقليدي العادي اللي هو حديد التسليح الفولاذ. طبعا في ناس ممكن تتخوف اللي هي تستخدم المنتج ده، بس المنتج ده خلاص اختبر عالميا ودخل ايزو، وفي دول كتير وفي مصانع كتير. طبعا مفيش حد بيصنع الا لما يكون واخد تصريح او المنتج نفسه خد علامه الجوده او تعرض للرقابه من قبل الجهات المختصه عشان يتم اعتماده يعني. فانت لو حبيت انك تستخدم النوع ده هيكون موفر ليك ماديا، هيكون امن لعدم وجود توصيل حراري او توصيل كهرباء لا قدر الله حصل شيء، لا لما بيتاثرش بالحراره على الاطلاق، غير اللي هو زي ما احنا قلنا غير ما بيتعرضش للصدى، ما بيصديش. فما تيجي بقى عندك حديد موجود في خرسانه هيفضل عمره هيفضل موجود مش هيصدي، وبالتالي هيزود عمر المنشا بتاعك. فاتمنى اللي كله يتوجه يعني في المرحله القادمه، وهبقول برضو بعض الشركات واسامي الشركات اللي بتنتج الحديد التسليح دي، وهبقى اكتب ارقامهم برضو باذن الله في حلقه قريب باذن الرحمن، بحيث كله يستفيد. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم وعرفنا ايه هو الحديد الفايبر اللي هو FRP، وان شاء الله باذن الله تكون الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل حلقاتنا باذن الرحمن. كان معاكم مهندس هيثم نبيل، ويومكم سعيد.